المقيم الدائم لازم أهم شيء يكون عندك وسائل تقدر تعين حالك فيها وما بتحتاج فيها سوسيال بدراج، هذا أهم شيء يعني، وأنك أنت عندك خوك في شاكرينج تأمين مرضي، وأنك أنت بخمس سنوات تكون موجود في السويد، ولازم بالخمس سنوات هاي تظهر كيف أنت عالت حالك، وكيف إذا كانت عندك عائلة كيف عالت يعني شرط الإعالة، يعني الشرط الإعالة هون مو قوية طبعا مثل ما هو في الإقامة الدائمة الشروط الأخرى، يعني شرط الإعالة هون أخف أنا شايفه يعني. أهم شيء أنك حتى لو كان حدا من الفشاكرز كاسان أو شيء، مو ضروري أنه أنت بنفسك أعلت نفسك، وإنما تثبت بالخمس سنوات أنك أنت ما احتاجت للسوسيال يعني.